ومن شك فيما عليه من الفوائت وتيقن الوجوب أبرأ ذمته يقينا. نعم، هذه تحصل لبعض الناس أنه يقول أنا والله فايتتني كذا صلاة. قلنا كم صلاة؟ قال ما أذكر، أظن 4 أيام ما صليت، خاصة اللي يدشون المستشفيات الآن، يدخل المستشفى من عدم علمه ما يصلي، يقول ما يصير أصلي في نجاسة مو قادر أتوضأ، وهذا غلط عظيم، لابد يصلي الإنسان هنا، فيجمع بعد ذلك يصلي صلوات 4 أيام. إذا متى دخلت المستشفى أو متى امتنعت عن الصلاة؟ يقول والله ما أذكر كذا كذا. فنقول له تقريبا كم؟ قال تقريبا 5 أيام. 5 أيام في 5 صلوات 25، زين؟ ونقول له حط يوم زيادة احتياط، لأنه هو إيش؟ غير متأكد، غير متأكد. نقول له احتاط، احتط لنفسك، فخل 5 أيام 6 أيام. إذا قال ما أذكر 3 صلوات أو 4، أقول خلها 4 من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. نعم.